السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو راح نكملوا مع الأزمنة في البكالوريا لجميع الشباب. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، كذلك الضغط على زر الإعجاب ليصل الفيديو عدد كبير من الناس ويستفادوا أكثر وأكثر. حضرنا كي بدينا في دورة الأزمنة قلنا نسحقوا الأزمنة بزاف في البكالوريا سواء كون شعوب أدبية أو علمية، يساعدونا في الدروس الجاية كيما ريبورتد سبيتش، باسيف أند أكتيف فويس، لويش الى اخره الاف. هادو كامل نسحقوهم، يعني لازم تكون عندك لا باز الاساس اللي هو الافعال او بالاحرى الازمنه في اللغه الانجليزيه. هضرنا على الباست سيمبل، هضرنا على البريزنت سيمبل، هضرنا على الفيوتشر سيمبل، هضرنا على البريزنت كونتينوس، هضرنا على الباست كونتينوس، جا اليوم دور الفيوتشر كونتينوس. يعني هادو الفيديوهات اللي هضرت هادو الازمنه اللي هضرت عليهم متوفرين على القناه. اليوم راح نكمل مع الفيوتشر كونتينوس، يعني تدخل القناه وتلقى الأزمنة. اليوم راح نهضروا على الفيوتشر كونتينوس. واش هو الفيوتشر كونتينوس؟ راح اليوم نهضروا على الفيوتشر كونتينوس. شوفوا معايا، لازم في هذا الفيديو نعاودها ونكرر، يعني في كل فيديو او بالاحرى في كل زمن لازم تعرف لي كيفاش تصرف الفعل في هذا الزمن، كيفاش تنفي في هذا الزمن، وكيفاش تطرح السؤال في هذا الزمن. هادو هما الثلاث اشياء اللي نسحقهم منك، يعني تخرج من هذا الفيديو على بالك بهم. انت لازم تجيب ورقه وستيلو وتكتب معايا افضل وافضل، يعني ماشي تقرا هكاك، لازم يكون عندك ورقه وستيلو وتكتب ملاحظات، يعني ملاحظات بسيطه مش تشفى اكثر واكثر. عندكم جماعه راح نهضروا اليوم على كما قلنا راح نهضروا على الفيوتشر كونتينوس او ما يسمى بالمستقبل المستمر. نهضروا على الفورم تاعو او بالاحرى الفورم. To form the future continuous we use will be or be going to، يعني نستعملوا will be ولا نستعملوا be going to. اللي تفرجوا الفيديو تاع future simple راح يفهموا باللي be going to هي نفسها will be، يعني هضرنا عليهم من قبل هذا باش نكونوا متفاهمين. along with the verb plus ing، يعني احنا كما قلنا احنا continuous هضرنا على continuous، نكتبها فقط continuous. كي نسمعوا كلمة continuous او بالاحرى يهضروا هنا بار اكزومبل future future continuous future continuous، نعرفوا بلي continuous كيفاش يجي. عندك subject plus be plus thing كما نعرفوا verb plus ing. عندكم جماعة هنا نسميوها future معناها حطوا هنا will be. اوكي المشكل وين هو هنا؟ يعني ما كاش مشكل في future continuous، يعني subject plus will be plus thing يعني verb plus ing. داك مع الامثله تفهموا اكثر واكثر. عندكم لما نستعملوا احنا في هذه الحاله استعملنا will، في الحاله استعملنا be going to كيفاش تولي؟ هذه يعني قلنا كاين وجهان للفيوتشر، قلنا will be ولا be going to، هذه هضرنا عليها في الفيوتشر سيمبل فقط. هنا فقط عفوا نعم عندك هنا جماعه نعم اوكي عندك كيفاش نديرو subject plus auxiliaries يعني قادر يكون will be plus verb plus ing. اوكي verb plus ing نقدر نقول لها thing، نسموها thing باش تجي سهله علينا. thing يعني الverb تزيدو ing. عندك مع subject I نديرو will be ولا I'm going to be. اوكي نستعملوا will be or I'm going to be، يعني هما في البكالوريا يستعملوا will be، لكن كذلك في أحيان في البكالوريا باش يدير لك فخ أو ماذا أو حاجة خلاف يستعمل لك I'm going to be. أوكي be going to ولا will be. أوكي كما قلنا نعاود ونكرر الفيوتشر، هضرنا في الفيوتشر سيمبل كاين وجهان، كاين will be وكاين be going to. أوكي عندك هنا في ال I will be ولا I'm going to be نزيدوا الverb plus ing talking, eating, learning, doing, going. اوكي عندك مع هي والشي والإيت will be تقعد will be دائما ونزيدو الverb plus ing اللي هو talking, eating, learning, doing, going etc. عندك في كي نستعملو في الفيوتشر be going to، لهنا be going be هي اللي نصرفوها، نصرفوها مع ال I بال am مع هي والشي والإيت بإيز مع you with they نصرفوها are، وهذاك الشطر يقعد عادي going to be talking eating learning doing etc. يعني جماعة بعد ما خلصوا الدرس، يعني هذا مقدمة فقط، لما خلص الدرس راح نخلي لكم تمارين مرفوقة بالحل، دخلوا وتحلوا نتوما وتلقاو الحل مباشرة، يعني تشوفوا الخطأ تاعكم وين باش تفهموا أكثر وأكثر. نروحوا الآن نشوفوا الصياغة تاع
الفيوتشر سيمبل في الافيرماتيف سنتنسز. كيفاش نديرو ستراكشر اوكي في الافيرماتيف سنتنسز؟ عندك سبجكت اللي تحفظوها بلس ويل بي بلس فينج اوكي او لافر بلس اي ان جي. ركزوا معايا، كي نستعملوا ويل في الفيوتشر، لما نستعملوا ويل كيفاش يجي السبجكت، عفوا كيفاش يجي الافيرماتيف سنتنسز؟ عندك يا جماعه سبجكت بلس ويل بي بلس فينج اوكي، سبجكت بلس ويل بي بلس فير بلس اي ان جي، يعني نقدر نقولوا فير بلس اي ان جي هو الفينج. عندك كي نستعملوا، لما نستعملوا هنا بي جوينغ تو، واش نديروا؟ سبجكت بلس اكزيلري فيرب تو بي، تو بي هذا اكزيلري فيرب تو بي صرفوه في البريزنت سيمبل اوكي، في هذه الحاله بلس جوينغ تو بي، جوينغ تو بي بلس فينج اوكي. ها سهله، حفظوا لي هذه فقط، هذه هي الافيرماتيف سنتنسز. عندك سبجكت بلس ويل بي بلس فينج، عندك سبجكت هذه اخرى او بطريقه اخرى أو بوجه اخر، سبجكت بلس اكزيلري فيرب تو بي، يعني نصرفوه تو بي، راح نصرفوه going to be plus being. هذا مكان امثلة راح نوضحو كل شكل examples. I will be talking okay. I will be talking okay. I will be عادي talking، هو الverb talk زدنو ing. لما نستعملو going going to be going to، I'm going to be talking okay. I'm going to be talking. شوفو I'm، علاش ما حطيناش هنا be، ما حقنا be، ها be going to، لانه هذه البي الاولى هي اللي نصرفوها، البي الاولى هي نصرفوها، ها صرفناها مع الضمير اي مع السبجكت اي، هي كما نعرفوا باللي الهي، عفوا الهي والشي والشي والات مع البي تعطينا از، هذه في البريزنت، مع اي تعطينا ام، مع يو we they تعطينا ار اوكي. هذا واش لازم تعقلوا عليه، هذه I'm going to be talking، ها I'm صرفنا هذه البي، ها auxiliary verb، هذه تحفظوها، حفظوا هذه فقط، زيدوا حفظوا هذه الثانيه. عندكم مثال ثاني، he will be 18 اوكي، he is going to be 18، هي نفس الحكايه راكم تشوفوا. he is، علاش نحطنا is؟ لانه he مع الverb to be صرفوه مع الهي هو is، is going to be 18. عندك they will be learning، ها هي هذي they will be learning، they are going to be learning اوكي. هضرنا في فيديو تاع future simple، روحوا تفرجوا الفيديو واش الفرق بين will واش الفرق بين going to اوكي، هادو لازم تروحوا تفرجوا الفيديو تاع future simple اللي ما تفرجوش. هذه هي، حفظوا لي هادو في زوج والباقي سهل، اكسبو ملاحظات اوكي. هذه وهذو سهل، شوف مع داي قلنا نستعملو نصرفو البي، هي ار جوينغ تو بي ليرن، هذه هي سهله، سهله بزاف. هذا ما كان يعني فقط هنا برك تركزوا في هذه جوينغ تو، الاولى سهله سبجكت بلس ويل، ويل بي تقعد ثابته، الفيرب بلس اي ان جي، الفيرب زلو اي ان جي وتفريتها. ثاني راح نهضروا على ثاني شيء اللي هو نيجاتيف سنتنسز، كيفاش نديرو النفي، النفي الجمل في هذا الفيرب، او بالاحرى نديرو النفي لهذا الفعل في هذا الزمن. عندك سبجكت، عفوا عندك سبجكت بلس ويل بلس نوت بلس تو بي بلس فيرب بلس انجي، راح تقول هذه طويله بزاف، لكن كون فهمت هذيك الاولى سيمو. يعني واش دير؟ حنا قلنا في الاولى نديرو سبجكت، يعني في الافيرماتيف فورم نديرو سبجكت بلس ويل بي، نقولو هكذا ويل بي plus verb plus ing، هذه في الافيرماتيف فورم. واش دير انت بين will وبين be واش تحط direct not؟ هذا ما كان، هذا هو النيجاتيف سنتنسز، فهمتوا؟ هكسبوا هذه باش تفهموا اكثر واكثر. نهضروا على لما نستعملوا going to اوكي، لما نهضروا على going to واش نديروا؟ subject plus auxiliary verb to be plus not plus going to be plus verb plus ing. لما هضرنا على affirmative form من الفوق واش قلنا؟ قلنا هي subject plus auxiliary verb plus going، going to be plus being. واش دير انت بين auxiliary verb to be وبين going to be تحت not باش دير، باش دير negative sentences. هذا ما كان جماعة، فهمتوا؟ باش دير negative، فهمتوا؟ هذا ما كان، حفظوا هذا فقط، تكسبوهم هادو، تحفظوهم بالممارسة كي تحلو التمارين. نخليكم في رابط، عفوا نخليهم في صندوق الوصف، وكذلك في اول تعليق مثبت التمارين راح تلقاو مرفوقين معاهم الحل، وتشوفوا الخلل تاعكم وين اوكي، يعني كلش من الممارسة.
عندك examples أمثلة. I will not be talking. Okay, ها. I will not be talking. Okay, ونقدرو نقدرو نقولو I won't. Okay, I won't. تقدر تقول I won't be talking. ونقدرو نستعملو I'm not going to be talking. شوف معي. هناك استعملنا will. لما استعملنا will be talking درنا not بين will و بين be. لما استعملنا going to استعملوا not بين auxiliary verb اللي هو am okay. will going to be هذا مكان شفتوا مع الأمثلة نفس الحكاية الباقية. he will not be eating. لا he isn't اللي هي he isn't هي نفسها is not okay. يعني اختصار تاعها فقط كما هذه الاختصار تاعها تاع will not نقدر نقولوا want okay. They will not ولا won't be learning. They are not going to be learning. هذا ما كان جماعة احفظوا هذا الباقي سهل بزاف. ملاحظة بسيطة فقط أو not note okay note عفوا. عندك negative sentences. The negative auxiliary not is found between the auxiliaries will and be. يعني قال لك نستعملو في negative auxiliary نستعملو not بين will and be. أما اللي نستعملو going to نحطوها بين to be كما قلت لكم هنا بين هذا to be will going to be okay. هذا مكان going to be هذا مكان فهمتوا كيف يعني هذه في negative sentences. نكملو مع عفوا مع interrogative sentences. كيفاش ديرو interrogative sentences كيفاش تنفيو عندكم جماعة هذه هي اللي تحفظوها will plus subject plus be plus v plus question mark. أكيد لازم نحطو question mark. عندك auxiliary verb اللي auxiliary verb to be هذه بطريقة أخرى اللي قلنا نستعملو going to be. في حال نستعملو going to be ندير auxiliary verb to be plus subject plus going to be plus v هذه هي plus question mark. هذه حاجة تكون شوية معقدة لكن راح نعرفكم كيفاش تخرجوها عادي. واش قلنا هنا نرجع لأول شيء اللي هضرنا عليه هذا. واش هضرنا جماعة قلنا هذا حفظوها تحفظوا هذه سيبوها دوك اللي من تحت تقدروا تجبدوهم عاد. subjects will be plus verb plus ing فهمتوا هذه في الافيرماتيف سنتنسز. لما نقولوا نهضروا على انتروغاتيف سنتنسز واش نديروا جماعه واش ديروا ديريكت قصدكم حفظوا هذه عفوا تحفظوا هذه وتخرجوا هذه واش ديروا will تحطوا هي will هي الاولى will تردوها هنا عفوا دقيقه will تحطوها هنا وزيدوا السابجكت نحيو الويل منا وتكملوا هكا ديروا كويشن مارك هذا ما كفهمتوا يا جماعه. هذه هي كي نهضروا على انتروغاتيف سنتنسز عفوا انتروغاتيف سنتنسز فهمتوا ها will plus subjects عفوا will plus subjects plus be plus being هذا ما كفهمتوا. عندك في الثانيه هذه سهله بزاف واش ديروا auxiliary verb to be plus subject plus going to be plus verb plus ing ديرو question mark مثل سيرش علامة الاستفهام باش نهضرو على interrogative sentences. واش ديرو جماعة بعد ما حفظتو نتوما الأولى هذي واش ديرو تعكسو قلنا نعكسو فقط عفوا ها affirmative واش دير هذي تردها هنا في subject والsubject تردو هنا في بلاصتها وما تنسيوش ديرو question mark نفس الحكاية مع هذه الويل تردوها هنا والسابجكت تردوها في بلاصتو يعني تحطو هنا ويل بلاس سابجكت بلاس بي ديرو نقاط زيدو كويشن ماركس كملو الجملة تاعكم هذا مكان كملو جماعة. عندك مع الأمثلة كملو الأمثلة عندك ويل يو بي اكزامبلز عندك ها ويل يو بي تالكين اوكي زيد كويشن مارك. Are you going to be talking? شوفوا نشرحوا هذا المثال. Will شوفوا معي will. قلنا نبدأ بويل على حساب قانون هذا اللي هضرنا عليه فوق. Will you غتحط subject plus be اللي هضرنا عليه plus verb زيد له ال ing زيد له question mark. لما نستعملوا going to واش دير؟ نشوف auxiliary verb to be are لأنه اليوم لأنه subject هو اليوم are going to be talking. هذا ما كان مع الأمثلة باقي الأمثلة نفس الشيء. هذا ما قال لك note in interrogative sentences the subject is located between the auxiliaries
will and be. يعني قال لك في الانتروغاتيف سنتنسز او في تطرح السؤال واش دير، عندك السبجكت يكون بي ويل اند بي، يعني كما قلنا هنا راح يكون بيناتهم. اما نستعملوا راح يكون between to be and going to كما هنا لما نستعملوا going to. وفي الاخير لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس الجديد، وكذلك الضغط على زر الاعجاب ليصل الفيديوهات كبير من الناس بفائده اكثر واكثر.